يا ترى شو تسوين يا جوانا؟ شلون بدي اطمن على القاضي وبنته؟ احاول اتصل بيها لكن موبايلاتهم مقفولة وما عندي ارقام اصدقاء القاضي الياس، وما اقدر ادخل الموصل لانهم قافلين المعابر هناك. اذكريني بكل لحن مر على روحك ساعة الصفن التهل بالمغربية، سامحيني سامحيني بنيتي لم ضليتي وحدك، بس ليالي تزول بالشمس الضوية وتسحق الموصل أعاديها وتحضنك وتنطر أزهار الربيعين الندية. يا أصل كل ذكرياتي وكل فنوني، ريحتك عمر بواني سومرية، حتى لو سابع أرض هم يدفنوني يبقى طيفك نور يخيم علي. مسحة من ايدك تهدي لي ظنوني، ومريم العذراء تداوي لي الأذية. الشباب أكدوا أنه عدد الأسر المحاصرة فوق الجبل أكثر من 1000 أسرة، وعدد الضحايا يزداد كل لحظة بسبب البرد وقلة الدواء. داعش قطع كل الطرق تحت الجبل، لذلك يا شخوان أصبحت المهمة مستحيلة. كارثة يا شخوان. النقاط الدفاعية راح تبقى تقاوم، ما راح تسمح الدواعش بالاختراق. رغم هجمات داعش الهمجية حتى أسلحتهم أفضل من أسلحتنا. شخوان، المهم عندي إرسال الماء والطعام والدواء والسلاح إلى الأسر المحاصرة فوق الجبل والجنود بأي وسيلة. Thank you.
لكن أعرف أن القاضي النصراني عزيز إلى قلبك إلى هذه الدرجة. الله يرحمه. لا تكررها مرة ثانية. الله لا يرحم. كان من عباد الصليب. من اتهم أخاه بالكفر فقد باء بها أحدهما. أجننت؟ أتساوى أنا وهذا الكافر؟ أبو عبد الله، أريد أخذ جثمان القاضي حتى أدفنه. كاوى، اترك الموصل ولا ترجع ولا تعاند مثل القاضي، وإلا لن نترحم عليكما أنتما الاثنين. كم كان من المؤلم رؤية هذا العدد الهائل من الأطفال الجياع، رؤية هذه العائلات المشردة عاشوا في العراء على أشياء بسيطة. ساعدهم أهالي الجبل، زودوهم ببعض الطعام، لكن الكثير منهم كان من الممكن أن يموت من الجوع في ظل تلك الظروف المأساوية. شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك يا